أكد سعادة الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أن تبني المحافظة ووزارة الصحة لبرنامج المنامة مدينة صحية يسهم في تقوية الروابط الاجتماعية وإقامة بنية تحتية صديقة للبيئة ومعززة للصحة من خلال برنامج تنموي مستدام يعتمد المعايير الدولية للمدن الصحية، معربا عن تطلعه بأن تنال العاصمة المنامة على لقب المدينة الصحية خلال العام الحالي. وأضاف معاليه في أعقاب إنجاز أم الحصم، وجه الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية بتعميم البرنامج على محافظات المملكة لتطبيقه على مختلف مدنها، مما أعطانا الدافع نحو استكمال المرحلة الثانية من البرنامج على العاصمة المنامة. جاء ذلك خلال استعراض محافظي العاصمة ووزارة الصحة الجهود التي تم بذلها لتنفيذ معايير استحقاق العاصمة المنامة للقب المدينة الصحية منذ انطلاق البرنامج العام الماضي، وذلك بحضور خبراء منظمة الصحة العالمية لتقييم ملف المنامة لنيل لقب المدينة الصحية، حيث تستمر زيارتهم يومين إلى جانب أعضاء لجنة المدينة الصحية. من جهتها أشادت الدكتورة وفاء الشربتي مديرة إدارة تعزيز الصحة بوزارة الصحة بالجهود والتعاون القائمة بين محافظة العاصمة ووزارة الصحة في مبادرات مشروع المدن الصحية، وأكدت أن برنامج المدن الصحية يعد من أهم برامج منظمة الصحة العالمية.